مساء النور، مرحبا بكم من جديد في رانديفو نفس. سعداء جدا باستقبال سي معز السوسي، استاذ الاقتصاد بالجامعه التونسيه. مرحبا بك سي معز، مساء النور. عسلامه، مساء النور، تحيه لكل مشاهدي التاسعه. مرحبا بك. اول ما باش نبداو الساعه عن خبر يقول انه مكتب المجلس الوطني للجهات والاقاليم يحيل مشروع قانون الماليه الى لجنه الماليه. اليوم فما عناوين كبرى نتاع القانون هذايا سي معز، لو كان من خلالها هي تنجمش تفسرنا شويه توجهات نتاع القانون، قانون الماليه 2025. يعطيك الصحة. يذور لي أول معلومة مهمة يلزمنا نعرفوها، اليوم أول مرة في تاريخ تونس مش يقع في بعد الثورة مش يقع مناقشة ميزانية مشروع ميزانية تونس بنظام الغرفتين، دونك اللي هو مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني الأقاليم والجهات. حسب مرسوم الرئاسي لسبتمبر 2024 اللي هو ينظم العلاقة ما بين الغرفتين، باش يقع التداول، معناتها أهم شيء كونه مجلس الجهات والأقاليم باش يهتم بكل ما يتعلق بالميزانية اللي هي ذات بعد محلي وجهوي. بالنسبة للمشروع، بالنسبة لمجلس نواب الشعب، هو الأكثر يتعلق ب يعني المحاور الكبرى الميزانية، لكن هناك تشارك يعني في هذا المجال، هناك تجديد. الخطوط الكبرى لمشروع قانون المالية ل 2025 يلزمنا نوضحوا للسيدات والسادة المشاهدين، اللي احنا وقتنا نحكيه على مشروع قانون المالية ما ينجم يولي قانون إلا ما يقع المصادقة عليه طبعا. هو الآن مشروع قانون. إذا المبادئ الكبرى اللي شفناها، خطر اليوم هو دينا نتحصلوا على بعض الأرقام لكن ما عندناش وقت الكافي باش نحلوها بكل دقة، لكن تو نرجعوا على بعض حاجات اللي باش نوريو للناس اللي شنو وفق بلغة الأرقام كيفاش ينجم يكون التصور نتاع قانون المالية 2025. أولا نجم نحكيه على ستة أو سبعة مبادئ كبرى، اللي هي أولا مواصلة التعويل على الذات. إذا كيقولوا مواصلة التعويل على الذات يعني التمشي اللي مشينا فيه تو منذ سنوات باش ما يصيرش اتفاق مع صندوق النقد الدولي باش نمشيو فيه ونواصلوا فيه. اثنين مواصلة التحكم في كتلة الأجور. دونك يقولوا مواصلة التحكم في كتلة الأجور يلزم معناها الدولة باش تفي بتعهداتها، خاصة فيما يخص معناها الاتفاق اللي معناها ماهيش انتدابات سي معز. أولا ساعة مراجعة الأجور، اثنين في الانتدابات، وكذلك مواصلة العمل يعني تمديد العمل بالروتريت انتيسيبي يعني دو ديبار على روتريت في عمر 57 سنة في عوض 65 سنة. هذايا وقعت يعني باش تقع المواصلة في هذا الإجراء هذايا باش يقع تسريح الموظفين اللي هما يراو من المستحسن أن يمشيوا إلى التقاعد المبكر، وهذا يجي في إطار يعني التحكم في كتلة الأجور ويمكن مزيد النجاعة للخدمات، لأنه أكثر ما معناتها كي يبدأ عدد أكثر من لازم من الموظفين قد يأثر على المردودية. ثالثا مضاعفة الجهود على ضغط النفقات التسيير، دونك هذا الحقيقة صدر في الوثيقة التوجيهية منذ معناها اللي صدر على وزارة المالية وقعد تسقيف معناتها لوغمونتاسيون تلقى تسقيف الزياده في النفقات التسيير الى 4%، دونك نفقات التسيير ماهيش مش تفوت زياده 4%. تعزيز الدور الاجتماعي للدوله هذا مهم، دونك لهنا نعرفوا كلنا اللي التوجه العام بالنسبه الى السياسات الاقتصاديه والاجتماعيه اللي هناك رغبة في تعزيز الدور الاجتماعي للدولة، وفي تعزيز الدور الاجتماعي للدولة باش يقع يعني مراجعة المنضوين في منظومة الأمان الاجتماعي قد أنه عدد العائلات نجم يرتفع. اثنين كذلك مبلغ الجراية يمكن يقع مراجعته في اتجاه الارتفاع باش يمشي أكثر مع نسق الأسعار. كذلك عندنا خامسا حوكمة نفقات الدعم. هو اليوم نفقات الدعم ونفقات التدخل كلنا نعرفوا اللي هذايا يمثل في حدود ما بين 18 و20% من الميزانية، يعني هذه حاجة مهمة برشا. التدخل على مستوى دعم المواد الأساسية وكذلك على دعم المحروقات باش نواصلوا فيه بنفس النمط، يعني
ما فماش مراجعة على مستوى أسعار المواد الأساسية والمحروقات، لكن مش يقع مجهود كبير في اتجاه ترشيد الاستهلاك، التصدي إلى الاستعمال اللي هو غير معناتها قانوني، التهريب وكذلك هذا هناك رغبة أو هناك معناها اون فولونتي إرادة باش نقصوا من النفقات هذيا، لكن ما غير ما نراجعوا معناها الأسعار. دعم نفقات الاستثمار وهذا مهم جدا، هنا دولة تحب ترجع إلى دور كدافع اقتصادي وعبر يعني التوجهات نحو مشاريع كبرى، مثلا مشاريع الانتقال الطاقي، دونك لهنا باش يقع تعزيز وجود الدولة في دعم المشاريع هذه، كذلك نظرة خاصة على مستوى المشاريع المعطلة، لانه عندنا كثير من المشاريع المعطلة واللي هي رصدت لها معناها تمويلات واللي هي تعطلت لاسباب قد تكون اسباب عقاريه اسباب تنفيذ يعني كذا، مش تكون عندها اولويه كبرى باش هذه هناك رغبه من الدوله باش تقوي اكثر النجاعه على مستوى تنفيذ المشاريع، مشاريع الانتقال الطاقي وكذلك مشاريع المنشات المائيه الكبرى. معناتها غدوه نفكروا اكثر في يمكن مشاريع تحليل محطات تحليل المياه، يعني المحطات نتاع التجميع باعتبار الازمه المائيه اللي قادمه. نعم هذا الحقيقه التمشي هذا نجم نقوله في النقطه هذه السادسه بالذات، هناك رغبه من الدوله باش ترجع الى نسق النمو اللي هو فقدناه عنا عديد السنوات بكل اسف على اساس المشاريع الكبرى وكذلك مشاريع ذات الجدوى وكذلك ذات البعد يعني البيئي والديمومه. ثم النقطة السابعة هي مواصلة الإصلاح الجبائي، هناك رغبة كبيرة للإصلاح الجبائي، احنا ديما ننتظر فيه ونتفهم اللي الإصلاح الجبائي ما نجمش يصير على سنة أو اثنين، هناك رغبة في مواصلة الإصلاح الجبائي. مثلا في هذا الصدد من المعلومات اللي توفرت لنا إلى حدود الآن هو كونه مشتاق مراجعة الضريبة على الأشخاص، جدول الضريبة على الأشخاص باش يتراجع، اللي هما خاصة اللي عندهم مدخيل أكثر من 30 أو 40 ألف دينار باش يساهموا أكثر في الضريبة على الأشخاص، وكذلك مراجعة الضريبة على الشركات، لأنه تتذكروا في السنوات الأخيرة كنا مشينا إلى تسقيف الضريبة على الشركات في حدود 15% ثم رفعناها 20% ثم عملنا استثناءات، بعض القطاعات تدفع 35% وتوصل ل 40% كما القطاع البنكي والمنشآت البترولية. الجدول وهذا يعتبر حاجة جديدة باش يرجع يعني تقريبا ماهوش بدون استثناء باش ندخلوا في جدول يوصل الى 35 و40% من الضريبه على الشركات، طبعا بمستوى تصاعدي، دونك باش نرجعوا الى النسب اللي قبل ما عملنا معناها سنتين الماضيتين كنا حاولنا نخمم باش نخفض في الضريبه على الشركات باش يكون الهدف انه نوسع لاسيت امبوزاب ونتصدى الى التهرب الجبائي. قد يكون اليوم النظره هي الرجوع الى يعني ديتو عادي نتاع 35 و40% بدون استثناءات. شنو هي ابرز التحديات اللي ممكن تواجه التنفيذ نتاع مشروع القانون الماليه هذا؟ هو جوستمون احنا نعرفوا من خلال توا السنوات الماضيه بدينا نعرفوا مليح اللي اهم مشاكل تتعرض لها تنفيذ الميزانيه هي اولا رفع التمويلات اللازم. دونك احنا كي ناخذوا مثلا على اساس 2024 السنه الماضيه في قانون 24 لقينا اللي موارد الخزينه، لكن نقولوا موارد الخزينه يعني الموارد اللي تاتي من التداين وصلت الى 32% يعني من ميزانيه الدوله، دونك اللي معناتها او اكثر معناتها من 32%. المشكل اللي في هذوما الموارد الخزينه فما تمويلات نرفعها من الخارج بالعمله الصعبه وتمويلات نرفعها من الداخل جزء بالدينار وجزء ضئيل بالعملة الصعبة، خاطر اليوم أصبحت الدولة تقترض حتى على المستوى الداخلي بالعملة الصعبة. هناك عدم قدرة نجم نقولوا هناك إشكالات على رفع التمويلات بالعملة الصعبة على السوق الخارجية. دونك نعتبر اللي أهم الرهانات أو أهم نجم نقولوا التحديات لتفعيل قانون المالية لسنة 2025 هو أولاً كيفاش نجم نوفر التمويلات الكافية باش نتواصل الدولة بتبيع بتحقيق الأهداف هذه كلها اللي حكينا عليها وباللجوء إلى ما يكفي من التمويل الخارجي.
لانه في سنه 24 نعرفوا كلنا اللي الدوله باش وصلت تلبي جزء من حاجياتها، احنا كنا نحتاج الى 14000 تمويل خارجي، ما يقيم ما قيمه 14000 مليون دينار تمويل خارجي، خذينا اشترهم من البنك المركزي، معناها اخذت الدوله تفويض خاص من مجلس نواب الشعب باش البنك المركزي يقرض الدوله مباشره من مخزون العمله الصعبه 7000 مليون دينار، دونك اشتر تقريبا الحاجيات نتاع العمله الصعبه، واليوم حتى لنهايه السنه ما عندناش معلومات واضحه على ما تبقى كيفاش رفعناه من العمله الصعبه، يعني هناك صعوبات على اساس رفع تمويلات بالعمله الصعبه. السنه القادمه لا اعتقد كونه باش يقع انكور استثناء جديد، لانه الاستثناءات هذه معناها اذا كانت تتواتر تولي فما اشكال، يولي فما اشكال على اساس معناها استقلاليه البنك المركزي، وكذلك هناك تهديدات اللي اذا كان معناها نرفع التمويلات هذه قد يؤثر على تمويل الاقتصاد خاصه الواردات من المواد الاساسيه وتسيتيغا. وشفنا بكلنا اللي مشكله معناها تمويل السوق بالمواد الاساسيه وخاصه المستورده منها يتعثر اليوم في تونس. صحيح. والحقيقه كونه الاولويه نتاع الدوله كانت، وانا نتفهم هذا، اولويه الدوله كانت في الالتزام او السداد الالتزامات بسداد الديون، سداد الديون على مستوى خاصه الخارجي وكذلك الداخلي، في حتى مشكل خاطر ما سجلنا حتى تعثر على مستوى سداد الديون، لكن كان على حساب طبعا باش نحافظ على مخزون العمله الصعبه اللي هو اليوم في حدود 110 يوم، باش يكون هذا على حساب معناها كميه التوريد، مع العلم اللي في هذا المجال يعني معناها زيادات الاستهلاك اصبحت كبيره جدا، وزيادات الحاجه الى الاستيراد اصبحت كبيره جدا نظرا للظروف، خاصه في الحبوب ومشتقاتها في الاعلاف اصبحت كبيره نظرا لتعثر القطاع الفلاحي، بغض النظر على المشاكل الجيوسياسيه والحروب، هناك كذلك بالنسبه لانتاجنا الوطني مشاكل داخليه، انتاجنا الوطني يعني تراجع من جراء معناها الصعوبات المناخيه اللي يعيشها القطاع الفلاحي. بالطبع التمشي نتاع الضغط الجبائي. نعم. سي معز في مشروع قانون الماليه الجديد كيفاش باش يكون؟ هو حسب المؤشرات الاوليه معناها هكا بالنظره الاولى نقولوا اذا كان لا قدر الله باش نحافظوا على نسب النمو، خاطر نقول لا قدر الله لان احنا اصبحنا نحقق في نسب نمو محتشمه، دونك كملنا 23 ب 0.4%، 24 الان وصلنا للست اشهر الاولى عملنا بالانزلاق السداسي، يعني ست شهور الاولى 24 بالنسبه للست شهور الاولى 23 عملنا 1%، اذا كان ما نخلقش نمو بالجدول الجديد هذا نتاع الجبايه باش الضغط الجبائي باش يرتفع، وهذه مشكله. احنا في 24 واعتقد ان باش نكملوا 24 في نسبه ضغط جبائي اكثر بكثير ما كان محتمل في مشروع الماليه. تقول لي علاش؟ فسر لي. لانه احنا في قانون الماليه 24 كنا نتوقع نعمل 2.1% نمو، وتنفيذ الميزانيه في الست اشهر الاولى بين اللي المداخيل الجبائيه ارتفعت بنسبه 13%. دونك ما عملناش 2.1 نمو، عملنا 1%. بون 1% كي زيدوها نسبة التضخم 6.7% أو 7% تجي 8%، يعني أنت عندك 8% فلوس جديدة خذيت 13% امبو، معناها أوتوماتيكمون لا بريسيون فيسكال الضغط الجبائي على المواطن. دونك يمكن أنا قبل ما نخوف، وخاطر علاش قلت لك يلزمنا نقراو بروية وبتؤدة باش نفهموا، إذا كان احنا نوصلوا إلى تحقيق نسب نمو، خاطر انا يلزمني نرى مشروع الميزانيه شنو الاحتمالات على مستوى نسبه النمو اللي باش يحققها، اذا كان نسبه النمو باش تكون ضعيفه 1% مع الجدول هذا مبدئيا الجبائي. احنا سامحني سي معز كان قصيد على كلامك، مبدئيا احنا الدوله الافريقيه رقم واحد في الضغط الجبائي، معناها اكثر دوله فيها ضغط جبائي في القاره الافريقيه هي تونس. سامحني حسب ما عندي من معلومات. لا انا عندي معلومات مش كيفك، ما انت احنا الضغط الجبائي نتاعنا هو 25%. أي. الحقيقه معناها الضغط الجبائي 25%، احنا ماناشنا في اول البلدان، حتى البلدان اللي تشبه لنا تعمل في نسب ضغط معناها توصل حتى 30%. قداش ترتيبنا احنا على مستوى افريقيا؟ ما عنديش ترتيب، ما نجم نعطيك ارقام. انا روقت في المقالات هذه. عندي في النرويج
النرويج على مستوى افريقي نحكي على مستوى افريقي كي نشوفوا البلدان ايه سي معز النرويج نقول لك 60% النرويج ما فيها باس نعم لا النرويج كي نرجعوا كي ناخذوا اما شوف المواطن شنو انعكاسات الجبايه على حياته اليوميه الفكره نحب نقولها لك ما لازمناش نخافوا من الضغط الجبائي خاطر اش فسر لك خلينا في افريقيا الضغط الجبائي 25 او 30% 20% نجم انا مواطن نقول لك ندفع 30% في تونس وفي افريقيا لكن اعطيني خدمات عموميه تسمح لي باش نهز ولدي للسبيطار نداوي العمومي نمشي للطرقات نلقى انفراستركتور نهز ولدي للمدرسه العموميه نلقى الامن شفتها في الاخر معناتها يعني المشكله كيفاش المعادله هذه صعبه جدا كيفاش نحلوها صحيح اليوم التونسي يخاف برشا من الضغط الجبائي علاش؟ على خاطر هو تقريبا ماخذ اون شارج اهم الخدمات اللي يحتاج لها الحياتيه بالضبط. ولده يا ساعات يقريه في القطاع الخاص يمشي يتداوي يمشي للطبيب الخاص اتسيتيرا يطلع في النقل في في نقل خاص تشوفوا كيفاش ياخذ تاكسي والا ما ينجمش ياخذ نقل عمومي تاكسي ب 20000 انا ماذا بيا نرى مشروع ميزانيه يكون متكامل باش هو يقول راو احنا نرفع كذا من اجل كذا باش نوفر كذا اتسيتيرا اش قلت لك اذا كان باش نقعدوا في امتداد نتاع السنوات الماضية مشاريع نتاع ميزانية لا فيها حتى كرياسيون وما فيها حتى انوفاسيون الالتجاء فقط لها هو رفع الضغط الجبائي على المواطن احنا الاقتصاديين احنا ما نقولش الاهم هو الضغط الجبائي معناتها ديما باش نسبوا القانون المالية عمره ما يجي يقول انا الاهم عندي حاجة مؤشر هو خلينا نشوف الضغط الجبائي كيفاش نزيد او ننقص فيه لا أهم شيء هو الميزانية هي تصير على عام ولكن فيها أهداف على 3 سنوات يلزم اليوم مثلا ما يلزمناش نكتفيه بمشروع قانون مالية 25 يلزمنا ناخذ معاه الملاحق لأنه اليوم حسب قانون الأساسي للميزانية من 2019 هذا صدر قانون مشروع قانون المالية وحده لا يكفي يلزم الملاحق شنو فيها الملاحق هذه فيها خاصة ما يعبر عليه بالبرامج السنوية للأداء والتقارير السنوية للأداء لمهمات الوزارات كلها اللي هي تمشي تتخطط على مستوى 3 سنوات وفيها ميزانية وفيها أهداف وفيها فيما يتعلق بالتقارير ما سجلناه وفيها فيما يتعلق بالبرامج ما سنحققه ويلزم اليوم باش مثلا مجلس نواب الشعب يقوم بدوره الرقابي والتقييمي يلزم يخدم لا فقط على المشروع كذلك مجلس الجهات والأقاليم يلزم لا فقط يخدم على مشروع الميزانية بل كذلك يخدم على التقارير والملاحق التقارير هذوما كذلك هناك ملحق مهم جدا هو المنشآت العمومية معناها اليوم أنا اليوم تقولي شنو الحلول باش نخرج مع الدوامه نعتبرها دوامه علاش؟ لانه احنا كل عام نشوفوا دي ميزوغات قد يكون عندها تاثير شعبي كبير او باش مثلا باش ندفعوا الشركات الاهليه باش ندفعوا الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مهم هذا باش نعطيه للعباد يبنيوا ماجل والله ماذا بيا انا يقولوا لي قداش من مواطن تميز بهالميزه هذه باش يعمل ماجل في داره معناتها صحيح هي معناتها تجي في انسجام مع كما قلت من بكري مشكلة المياه وكذا لكن هل فعلنا هذا هل قيمنا هذا ماذا بينا هذا كله نشوفوه كذلك المنشأ تقرير على المنشآت العمومية احنا اليوم معناها المختصين ونراقب في الشأن العمومي ما عندناش تقارير محينة معناتها اليوم كي تقول لي تقرير المنشآت انا ندخل باش نشوف في معناها معناها السيت نتاع وزارة المالية نلقاها نتاع سنتين مضت اليوم مثلا من نجم نحلوا مشكلة المنشآت العمومية باش نشوفوا طريقة كيفاش نفسخوا الديون نتاع المنشآت العمومية تجاه الدولة وديون الدولة للمنشآت العمومية هذا يوفر لنا 8000 مليون دينار 8000 مليون دينار منين نجموا نجيبوها لو كان احنا مثلا الهدف اللي انا نفكر فيه ديما نقول كيفاش نخلق ديناميكية على مستوى ماهوش الاستثمار العمومي على مستوى الاستثمار الخاص اليوم المنشآت العمومية الاستثمار الخاص ما بعد إذنك جيست فقط فكرة ونرجع لك بالحق على خاطر ماذا بيا يكون نقاش المنشآت العمومية اليوم ما عادش تلعب في دورها كرافعة للاقتصاد مكبلة بالديون صحيح هي تسال الدولة 12000 مليون دينار
دونك 12000 مليون دينار هي عند والدوله تسيلها 4000. دونك هنا علاش انا ادعو من المنبر هذا باش نعملوا استثناء قانون خاص يقول اون سولد لي كونت والدوله ترفع 8000 هذوما تحطهم للمنشات باش هما يوليو طالبي خدمات وطالبي مشاريع ويدفعوا بالاستثمار الخاص. منين نجيبوهم عندنا الحلول 8000 ديما بالتعويل على الذات ماهوش لازم باش نمشوا نعملوا كذا. عندنا حلول نجموا نقترحوها كيما شنو مثلا. اول حل هو اليوم عندنا المواد الاساسيه دعم المواد الاساسيه اللي هو يتكلف في حدود 3500 مليون دينار. الدراسات اثبتت اللي الثلث نتاعهم يكفي باش نوفروا الى جميع المستحقين ما يستحقون من المواد الاساسيه. من غاديك نجموا ناخذوا ما على الاقل نجموا ناخذوا ما بين 1800 و2000 اكسيدون. اثنين ترشيد استهلاك الطاقه غير ما نراجعوا الاسعار وحده اللي هو ترشيد اليوم دعم نتاع استهلاك الطاقه يوصل الى حدود 5500 مليون دينار. 680 مليون دينار نجموا نوفروها من ترشيد استهلاك الطاقه نزيدوها دونك لل 2000 اللي عندنا. العمليه اللي هذه نجموا نمشيوا فيها هي اللي ترجع نسق النمو على الاقل 4% في العام. اذا كان نرجع في نسق نمو 4% في العام موارد الجبائيه للدوله باش تزيد على الاقل ب 5000. دونك عندك 5000 وعندك 2680 وصلنا تقريبا ل 8000 نحل مشكله المنشات العموميه. لكن ماهوش زيد الماء زيد دقيق بحوكمه جديده باهداف مضبوطه يولي المواطن اللي حكينا عليه من بكري اللي يخاف من الخدمات الاجتماعيه يولي يلقاها متوفره. ندخل في ديناميكيه جديده نتاع استثمار وهذا راهو في تونس من نجم نخلق الثروه الا ما نرجع الى نسق الاستثمار الخاص. الاستثمار الخاص راهو يلزم مناخ يتوفر له اذا فما تنافسيه زعما تتحرك. خلينا نكون واضحين احنا عندنا موديل ايكونوميك اركايك معناها قاعدين نتعاملوا به تو منذ على الاقل فما 30 40 سنه. الاستثمار الخاص ما نجمو ننجحوا ولا ما نوفروا له اليات النجاح اللي هي اساس تحرير التنافسي. وقت يكون الاستثمار الخاص محتكر لدى شركات معينه وقطاعات وفي سيستم دو مونوبولي قاعدين نمشيو فيه تحليل مستحيل نجموا ننجحوا فيه. صحيح. عندك مؤسسات صغرى ومتوسطه تعاني من العجز. عندنا 120 مليون دولار جاتنا مش عارف في شكل منحه من اجل دعم مؤسسات الصغرى المتوسطة الى يوم الناس هذا ما في حتى شيء. الهيبه نتاع الاتحاد الاوروبي ونتاع الحكومه الايطاليه بلوتو 50 مليون دولار زاد لدعم مؤسسات الصغرى المتوسطة في عركه بين البنك المركزي وبين البنوك. وبالتالي احنا اهم حاجه باش نجموا نخلقوا معناها لان الاستثمار الخاص هو المحرك الرئيسي للقطاع الاقتصادي يكذب عليك. القطاعات الاخرى هي مكمله للاستثمار اذا ما فماش معناها استثمارات جديده وبعث مشاريع مبادره فرديه جديده وبعث مشاريع جديده هي اللي تخلق لك النمو الاقتصادي ما نجمش تحطوا على الباقي. سمعت اللي قلته كله صحيح واللي قلته فيه تفصيلات مهم ونعرفوا كلنا اللي معناها المشكله هي في التفصيلات. لكن كي نرجعوا توا الى قلت انت منوال اقتصادي او قلت فكره اقتصاديه يلزمنا نبداو بفكره نخزروا اوت اوف ذا بوكس ومن بعد ندخل التجديد في الفكره اللي انا نحب نطرحها هو كونه انا ننطلق من حاجه اوبسيرفي. عندي اليوم الاستثمار في تونس يمثل 18% من الناتج الداخلي الخام. قديش يلزموا يكون؟ يلزموا يكون 25%. الدولة اليوم عكس ما يقولوا نسكل ونرفعوا شوية التباس عند ذهن الناس. يا سيدي اليوم الدولة وحدها خاطر كي ناخذوا ميزانية الدولة ومن بعد ناخذوا النفقات ذات صبغة استثمارية ومن بعد ناخذوا الاستثمار اللي تعمل فيه المنشآت العمومية ما كله بتاع بيبليك هذا يا سيدي يمثل 52% من الاستثمار الكل. يعني البريفي يعمل 48% لا يستقيم هذا لا يستقيم. إذا أنا كيداش يلزموا يكون؟ يلزمني انا ماك 48 هذيك نتاع الخاص يلزمها تولي 75% بالارقام. يعني الاستثمار الخاص يلزم يولي فوا دو. هذه الفكره الكبرى الاستثمار الخاص كيفاش تشجعوا اذا عندك نظام بنكي ان سيستيم بانكير مازال ماهوش فونسور ماهوش معناه كيما نكون فاهم ما يدخلش في الريسك ما يدفعش الاستثمار. صحيح سيماتي بارك الله فيك هذا كلام معقول. لكن انا نجم نقول لك زاده اللي اليوم ابار l'esprit d'initiative et la prise de risque من عند البنك او لهذا هو الفونكسيون تاعها هذا باس. اليوم عندك ايفي ديفيكسيون اللي هو المزاحمه نتاع التمويل العمومي معناتها الدوله تدور في دوامه نتاع اقتراض وراو الاقتراض اللي تقترضه الدوله على المستوى الداخلي
نحب ولا نكره ما نجم كان يأثر على طاقة تمويل القطاع الخاص. أنا علاش قلت لك الفكرة اللي أنا ما ارتجلتهاش خدمت عليها كي نقول لك أنا الدولة اليوم عندنا أن بلوكاج، نشوفوا مشكلة المنشآت العمومية، نشوفوا مشكلة مثلا ستيك السونيت تونيسيخ معنى جميع لارين تاعها نتاع التبغ والوقود، معمل الواحد نتاع السيلولوز الفوليد. شوف كي تشوف الدقق سي مهدي تلقى اللي الدولة مكبلتهم بحاجتي. الحاجة الأولى اللي هي السياسة نتاع التسع مع تونيزي أوتوروت اليوم ما تنجمش تعاود معناها التسعيرة. أنا نقول إذا كان سعر الأوتوروت ما يجيش على الأقل سعر الكربيرون اللي نربحه معناها فما إشكال. معناتها أنا ناخذ 100 كيلومتر أوتوروت جي باغني 4 إترات إيسونس، غتكون كهرباء باش تكلي 10 إترات تكلي 6 وهذا بالواحد. الأربع إترات إيسونس اليوم قد إيه يعملوا؟ الأربع إترات إيسونس معناها تعرف اللي لتر ب 2500 10,000 دونك 10,000 100 كيلومتر اليوم خلصوا فيها 2000 فرنك ولا 2200 فرنك. هل يعقل أنت تمشي بسياسة التسعير؟ هذا يولي ما معناه غير معقول. الأولى تسعير دونك، واثنين هي الديون المتراكمة. التسعير هذيك أمور سيادية ما تدخلوش فيها. معناتها أنا قلت وأمر بالنسبة للديون المتراكمة راهو كيفاش باش تحلها جوناحة؟ اليوم المنشأة العمومية موجودة في مشكلة كبيرة برش. إذا كان أنا ما نحلش جوانح المنشأة متاعي، نصوم عندنا تقريبا 100 منشأة عمومية. كيفاش الحلول؟ كلها أنا قلت لك الحلول هي دولة، هما يسالوا الدولة في حدود 12,000 مليار. والدولة تسالهم 4,000. نعملوا استثناء من سيد رئيس الحكومة، نعملوا له نداء ويعمل قانون استثنائي، خاطر اليوم القانون ما يسمحش باش تفسخ. معناها تعمل كومبونساسيون. نعملوا كومبونساسيون، يقعدوا 8,000، شكون يلزم يدفع؟ الدولة من الميزانية تمشي للمنشآت. 8,000 هذوما سي مهدي 8,000 من دافع الضرائب، نزيدوا نثقلوا هنا على دافع الضرائب. ما قلت لك مش دافع، ما قلت لك مش دافع الضرائب. بلا اسئله قلت لهم لك نعملوا ترشيد دعم المواد الاساسيه اليوم فيهم غاسبياج، نعملوا ترشيد استقلال الطاقه ماهوش باش نرفعوا الدعم، ترشيد استقلال الطاقه ونخلقوا لا ديناميك دو كروسونس اللي تاع 4% تجيب لنا 5,000 مليون. دونك هذايا انا النجم نتسلفهم بروفيزوارمون، جو بو تروفي اون ليني دو، ومن بعد نرجعهم في واضح. خاطر ديما سي مهدي انا هذا الدور، معناتها اليوم نشوفوا في قانون الماليه كل عام واحنا ننتظروا اشنو هو جديد اشنو هو جديد، معناها ما شفناش فكر. اليوم معناتها تعمل تحط لك اهداف، لرينا اهداف مسطره، لرينا ميزورابل، لرينا شنو المواطن غدوه اش باش نعمل، لرينا معناها ايفالواسيون يجي قانون يمشي البنية التحتية ما رينا شيء، بنية تحتية مهترئة، العشرية السابقة ما صار حتى مشاريع كبرى في البنية التحتية، مطاراتنا ما عادش مواكبة العصر، طرقاتنا، السكك الحديدية نتاعنا، المستشفيات، هذا الكل معناها كيفاش أنا أستغرب أنه الميزانية مش باش تتضمن ما معناها ترصد مبالغ سواء معناها استثمارات خارجية أو داخلية لمشاريع البنية التحتية. معناها ما تأخرنا برشا في المجال هذا. بسرعة سي معزين وفي الوقت. يقولوا البنية التحتية هذا ضروري، معناتها اليوم الدولة اللي ترصد فيه من الميزانية هو أقل ما الحاجات، خاطر الاستثمار اللي قلت لك عليه 52% من الاستثمار كله هو فيه جزء مشاريع تاع بنية تحتية، فيه كذلك جزء تجهيزات إيكيبمون دونك هذا، وفيه جزء نتاع المنشآت العمومية اللي ما يجذرلناش هو معناها انفراستركتور. صحيح اليوم لكن فما مشاريع اليوم مثلا مدخل تونس الجنوبية ومشروع فغاونيك معناتها حاجة يتعطل مالوريزمون، هذا مشكلة. وعليك اش قلنا في القانون نتاع 2025 فما رغبة كبيرة باش المشاريع المتعطلة ذي نشوفوا حل، وينجم يكون المشاريع المتعطلة من جراء التمويل. شكرا لك. لأنه التمويل غير كافي دونك فما. شكرا لك سي معز السوسي أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية. رونديفو نوف لليلة وفات، نتقابلوا غدوة ديما في نفس الموعد على نفس العنوان على قناة التاسعة. تصبحوا على خير.